حصاد الجنوب، أهلا بكم. أشاد الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية بالعلاقات المتينة مع جمهورية الهند خلال استقباله الملحق العسكري في السفارة الهندية العقيد جورتك سانجدوريال اليوم الاثنين، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين عدن ونيودلهي بما يخدم مصالح مواطني البلدين الصديقين. استقبل الرئيس عيدروس الزبيدي اليوم الاثنين واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، واستمع الرئيس الزبيدي إلى شرح عن سير العمل في وزارة الاتصالات وجهود تطوير القطاع والارتقاء بالأداء في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ورفع قدرات كوادرها. بحث علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية اليوم الاثنين مع المهندس محمد بخبيرة مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن ونائبي لشؤون المياه المهندس بلال الشعبي مشكلة نقص المياه في بعض الأحياء والمناطق وحصة كل مديرية والحلول والمعالجات لتفاديها والعمل على تعزيز مصادر المياه لتحقيق الأمن المائي وضمان استمراريته. أحيى المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين الذكرى التاسعة لاستشهاد البطل اللواء علي ناصر هادي في العاصمة عدن خلال تصديه للغزو الحوثي العفاشي في 6 مايو 2015. وضع العميد طيار ناصر السعدي رئيس الهيئة المجتمعية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي برفقة أسرة الشهيد وقيادات المجلس في العاصمة عدن ومحبي الشهيد إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.